250 ألف فدان دول احنا بفضل الله سبحانه وتعالى شرفنا على الانتهاء ان احنا نخليهم وكأنهم من 500-600 سنة، مش كده؟ كل اللي انتوا شايفينه ده من حشائش وغاب وسافانا واي حاجة تانية، كل ده اتشالوا، بقت البحيرة بالكامل تم تكريكها. ال 250 ألف فدان دول بقالنا 4 سنين شغالين فيها عشان نحولها، نرجعها الى بحيرة تستطيع ال 250 ألف فدان دول يبقى مزرعة سمكية حية، وناكل منها السمك اللي موجود فيها، واحنا ايه مطمنين 10 على 10، نصدر منه والعالم كله يقول لك احنا عايزين ناخد من الحاجة ديت. الكلام ده تكلفش قليل، ده في طريق بيتعمل بنحزم بيه. تخيلوا بنعمل طريق من بورسعيد لغاية الدهلية، مش كده؟ عشان 80 كيلو ولا 83 كيلو 80 ها؟ 80 زي ما 80 كيلو عشان يبقى البحيرة خلاص بقت لها كورنيش ولها شكل محترم نمشي حوالين منها بالطريقة دي. إنجاز جديد تحقق بالبنية التحتية لمصر، دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحه محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم، لتنقل 5,600,000 متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا إلى أراضي شمال سيناء، لتساهم في استصلاح ما يقرب من 500,000 فدان ضمن المشروع القومي لتنمية سيناء. المفروض ان الكلام ده يتعمل في ال 20-30 سنة الجايين، حاجات كتير منها، لكن احنا قلنا ان احنا كنا متأخرين كتير، وبالتالي لابد ان احنا نتحرك بمعدلات اسرع واعمق بكتير مما كنا، حتى لو كان التخطيط كان ممكن يتلبى على لغاية 52 او كده. المحطة تعزز منظومة الاستخدام الامثل للموارد المائية للدولة، وتحافظ على مياه كانت تهدر في بحيرة المنزلة تلوثها وتضر بالثروة السمكية بها. فتصدت الدولة وأدت دورها لحماية الأمن القومي لمصر من خلال تطوير مصرف بحر البقر وإنشاء محطة معالجة المياه بأحدث ما توصل له العلم، لتعبر المياه وتنمي أرض سيناء وتوفر فرص العمل وتتسع بها الرقعة الزراعية. الرئيس حذر من كل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية أو الجسور المائية. وزارة الداخلية، ولو الأمر تطلب القوات المسلحة، كل التعديات اللي اتعملت خلال 20-30 سنة اللي فاتوا يتشالوا واخد تمام خلال 6 شهور. أنا هيبقى من ضمن الإجراءات اللي بعملها حتى استعادة أو إنهاء التعدي وقف كل الدعم اللي بتقدمه الحكومة من خبز وتموين واي حاجة تانية لاي حد يخالف. انا بقولها لكم لكل المصريين، اللي هيتعدى ويعمل اجراء مش مظبوط على اراضي زراعية او على ترع ومصارف، يوقف الدعم اللي بيقدم له من جانب الحكومة لغاية ما التعدي ده ينتهي تماما. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار كذلك إلى حجم الإنفاق الذي تتكبده الدولة لتبطين الترع وتأهيلها لمصلحة الوطن. بنصرف الإنفاق الضخم ده ليه؟ الترع ما هيبقى لها 200 سنة كده، مش كده؟ طب نبطنها ليه؟ وأدفع 60-70-80 مليار جنيه في تبطين ال 20-30 ألف كيلو من الترع. بعملها عشان الكلام اللي بيقوله المعالي وزير الزراعة، ان في شغال في القطاع ده عدد كبير جدا من سكان مصر، وكمان بأمن قومي، لان هو في النهاية المحاصيل اللي بتنتج في مصر يا اما تكفينا يا اما نضطر نكمل من برة. نكمل من برة يبقى بنستورد، نستورد يبقى بالدولار، دولار يبقى عبء على مواردنا من الدولار. الرئيس أوضح أن تأهيل نحو 500,000 فدان لتكون صالحة للزراعة تتكلف نحو 160 مليار جنيه تبذل مصر الجهد لتحقيقها. أموال دي قروض من الصناديق العربية بفايدة ميسرة ومدة سداد على برضو مريحة يعني. فأنتم يا مصريين
احنا كلنا مع بعض في قارب واحد. بحيرة المنزلة التي كانت تعاني من مياه الصرف الملقاة من مصر في بحر البقر تم تطهيرها وتكريكها وتطويرها لتكون مزرعة سمكية ليس فقط لتلبية الاستهلاك المحلي بل للتصدير أيضا. كل اللي انتوا شايفينه ده من حشائش وغاب وسافانا وأي حاجة تانية، كل ده اتشالوا، بقت البحيرة بالكامل تم تكريكها. ال 250 ألف فدان دول بقالنا 4 سنين شغالين فيها عشان نحولها نرجعها إلى بحيرة تستطيع ال 250 ألف فدان دول يبقى مزرعة سمكية حية وناكل منها السمك اللي موجود فيها، وإحنا إيه مطمنين 10 على 10 نصدر منه والعالم كله يقول لك إحنا عايزين ناخد من الحاجة ديت. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على تأمين كل بناء يتم في سيناء للحماية من يد الإرهاب والشر والحرب ضد البناء. الحرب حربين، حرب ضد الإرهاب وحرب البناء في سيناء. كل خطوة بنعملها محتاجة تأمين، لأن هو صراع ما بين الإرهابيين والأشرار وما بين التنمية في سيناء. محطة رفع المياه وما تشمله من معدات وآلات وطلمبات جعلت الدولة تشجع الصناعة المصرية من خلال التعامل مع شركات وطنية زادت من خطوط إنتاجها لتلبية الحاجة لتلك المعدات، بما ساهم كذلك في زيادة فرص العمل. خلينا الشركات المصرية تعمل كتير من المنتجات دي عشان أولا نوجد فرص عمل، وثانيا عشان يبقى نوفر عملة حرة في إنشاء مثل هذه المشاريع. الرئيس دعا المستثمرين والقطاع الخاص إلى زراعة الأفدنة التي أصبحت جاهزة بعد هذا الإنجاز، مؤكدا حرص الدولة على توفير المشروعات الخدمية من مدارس ومستشفيات ومناطق صناعية وغيرها من المشروعات الخدمية التي تتيح تغيير شكل الحياة في سيناء. احنا بنتمنى ان القطاع الخاص والمستثمرين يجوا يعملوا ويشتغلوا فيهم، ياخد 10,000 فدان، ياخد 20,000، 30,000 زي ما عايز، ويزرع، البلد تستفيد وناس تشتغل ويبقى في حياة. كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إلى حجم العمل والمشروعات التي تنفذها الدولة في سيناء وإقليم السويس. كل اللي اتعمل في سيناء يعني منذ تحريرها حتى 2014 الاستثمارات بتاعته لم تتجاوز بضع عشرات ضد عشرات من المليارات. فعشان نقول ان النهاردة في 6 سنوات الدولة المصرية انفقت وبتنفق 700 مليار نعي تماما كيف كانت الرؤية بتاعت الدولة للإسراع بتنمية سيناء. وزير الموارد المائية والري أوضح أنه بانتهاء تلك المشروعات الجاري تنفيذها ستكون مصر من أكبر الدول في مجال إعادة استخدام المياه على مستوى العالم. بانتهاء المشروعات ديت مصر هتكون من أكبر دولة في العالم في إعادة الاستخدام، وده بيزود الكفاءة الكلية لنظام إدارة المياه في مصر والإنتاجية بتاعة المياه. التحديات التي تواجهها الدولة من محدودية للمياه والتغيرات المناخية عرضها وزير الزراعة موضحا أنه تم تشكيل مجلس وطني لوضع الاستراتيجيات والحلول بالإضافة إلى تحدي الزيادة السكانية، لافتا إلى أن التوسع في الرقعة الزراعية تطلب مجهودا وتكاليف باهظة وفرتها الدولة. ونحن الآن بصدد افتتاح محطة مصر في بحر البقر كأكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم بطاقة تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب يومي، فإنها سوف تؤدي إلى زيادة المساحة المنزرعة في شمال ووسط سيناء لتصل إجمالي المنزرعة والمساحة المنزرعة والجاري تنفيذها بصفة عامة في شبه جزيرة سيناء إلى 675 ألف فدان. رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أكد العمل على تحلية مياه البحر بالتوازي مع معالجة مياه الصرف من خلال منظومة متكاملة لبنية أساسية شاملة في سيناء بالكامل. إن الموضوع مش نقل مياه فقط، ولكن الموضوع شامل، بنعمل البنية الأساسية للأرض
اللي موجودة في سيناء بالكامل، بنعمل أعمال تسويات، بنعمل مرافق. موسوعة جينيس قدمت 3 شهادات للشركات المصرية القائمة على مشروع محطة معالجة مصرف بحر البقر، وأعلنت انضمام مصر للموسوعة من خلال هذا الإنجاز الأكبر عالميا. إيمان التوني، التلفزيون المصري.